مكملين مشاهدينا حلقتنا معاكم النهارده، والنهارده هنتكلم عن الرعايه والاهتمام ببشرتنا وعلاج الجلد، خصوصا ان احنا طبعا دخلنا في فصل الشتاء، وطبعا الشتاء جاي السنه دي فجاه بس جامد، فعايزين نعرف ازاي نحافظ على بشرتنا من الجو ده، وهنتعرف اكتر على طبيعه الجلد وازاي نتعامل معاه في كل مرحله من مراحل العمر بنمر بيها. ارحب بضيفتنا دكتوره مروه رحاب، استشاري الجلديه والعلاج بالليزر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دعاء. اهلا يا حبيبتي. احنا طبعا شفنا الاسبوع اللي فات الدنيا خلاص قلبت شتاء وبرد ومطره، والجلد على طول اتاثر، يعني ما استناش. ده حقيقي، الجلد على طول نشف. الفظيع جفاف الجلد الفظيع، المشكله اللي بنشتكي منها حتى الناس اللي عندها بشره دهنيه بدا جلدها يتاثر. أيوة. يعني الناس اللي بتشتكي من حب الشباب اللي دايما في الصيف يقول لك حب الشباب زايد عندي، حتى دول جلدهم اتاثر. ده نتيجه التغيرات السريعه في الجو. تمام. طبعا لينا نظام معين للتعامل مع البشره في فصل الشتاء. اول حاجه بننصح بيها الناس الميه. ما يقوليش بقى ايه بنشرب سوائل دافيه، شاي ونسكافيه ولبن. لبن طبعا حلو جدا، بس احنا عايزين ميه بيور، ميه صريحه نشرب على الاقل 2 لتر ميه في اليوم. ده المينيموم بتاعنا. المشكله ان الواحد في الشتاء ما بيعطش كتير. ده حقيقي، زي بس ده لازم، مهم جدا. وبعدين احنا، انا هكلمك بقى من يعني خبرتي في العياده، الحالات اللي بنشوفها في العياده. موضوع الاكزيما او الحساسيه الشديده جدا 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 دي بتظهر جامد جدا في الشتاء. طبعا الناس بتستسهل الميه السخنه، تلاقيها بقى بتطلع دخان. يعني ميه سخنه مش ميه سخنه طبيعيه، لا، ميه سخنه بتطلع دخان دي، فيبدا الجلد يفقد الدهون اللي عليه. دي مشكلة كبيرة جدا. احنا ربنا خلقنا الجلد عليه طبقة خفيفة جدا من الدهون، دي زي طبقة حماية. اما بستخدم المية السخنة الفظيعة ديت بتشيل الطبقة دي، فتلاقي الجلد بدأ يتشقق، بدأ يحصل فيه مشاكل كتير جدا، بدأ يجف جدا، تلاقي الناس التجاعيد بدأت تظهر عندهم اسرع. فدي مشكلة جامدة جدا. فاحنا مش هنصعب على الناس نقول لهم ميه ساقعه اغسلوا بقى بميه ساقعه وتوضوا بميه ساقعه والكلام ده كله، لا، على الاقل ميه فتره، يعني لا هي بارده ولا هي سخنه، الفتره العاديه. طبعا شرب الميه ده مهم جدا. واقي الشمس يا جماعه ده مهم جدا جدا جدا. بيقول لي ناس يا دعاء تيجي تقول لي ايه، طب احنا في الشتاء انا عايزه واقي شمس ليه؟ لا، ده احنا عندنا في الشتاء يعني بنهتم اكتر من الصيف. ليه؟ في الصيف انت بتشوفي الشمس بتجري منها، لا، في الشتاء انت مستمتعه عايزه تدفى، فقاعده بقى في الشمس مركزه. فلا، واقي الشمس مهم جدا 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 حتى في الشتاء. الميه طبعا زي ما قلنا برضو 1 و2 و3 و4 الميه. رقم 2 واقي الشمس. الكريمات لازم استخدم كريمات مخصوصه، كريم نهار وكريم ليل، كريمات فيها مجموعه فيتامينز، دي مهمه جدا جدا جدا. في البشره الدهنيه ليها كريمات معينه. يعني انا بزعل جدا اما الاقي بنوته كده او حد يعني المفروض انه مثقف ومثلا بشرتها دهنيه وجايه تقول لي انا بحط واقي شمس كريم. طب ما الكريم ده هيطلع لك حبوب. فدي مهمه جدا. في ناس بتبدا تظهر عندها حاجه اسمها الحساسيه الضوئيه او الحساسيه من الميه او الحساسيه من البرد. دي بتلاقي وشهم تقول لك انا مش قادره، مش مستحمله، وشي على طول بياكلني، عايزه اهرش فيه، محمر جاف، مش عارفه اتصرف فيه، بحط فيه كريمات يسوق اكتر. دي محتاجه علاج، لدرجه ان احنا دلوقتي بنعمل بلازما عشان تفرق معاهم وتعمل معاهم فرق كويس. فاحنا لازم نهتم جدا يا جماعه ببشرتنا في الشتاء جدا، دي حاجه مهمه جدا. صح. طيب احنا عايزين نتكلم بقى على الجلد والبشره في مراحل العمر المختلفه. ممكن نبدا من اول طبعا الطفل. البيبيهات طبعا احنا جميل. المشكله اللي بنشوفها كتير قوي قوي في البيبيهات، في حاجات كتير يعني هناخدهم كده بالتدريج. أيوة. برضو على حسب السن. مثلا عندنا الاطفال لسه مولودين اللي هم شهور او سنه، بيجي لي اطفال كتير قوي عندهم اكزيما، نوع من انواع الاكزيما، تلاقي خدوده حمراء ومقشره وجعية، بيعيط ومامته مش فاهمه بيعيط ليه. عنده اكزيما او عنده حساسيه في بشرته، ليه بتغسل وشه على طول بميه دافيه او ميه سخنه مش بتنشف له كويس، فيبدا يحصل عنده نوع من انواع الاكزيما. طبعا عشان كده بنقول لهم يا جماعه الاطفال جلدهم حساس جدا، لازم نهتم لهم بالكريمات كتير قوي. مش قادرين ان احنا نجيب كريم في زيت الزيتون، ابسط حاجه خالص ممكن انت تستخدميها. موضوع الالتهابات بتاعه الحفاضات دي برضو بنشوفها كتير جدا في الشتاء، تلاقي الام تقول لك ايه، لا اصل الدنيا برد اصلا هغيره. لا، المفروض ان التغيير ده بيبقى على طول بانتظام، ما استناش عليه فتره. بتسوء الحاله جدا جدا يا دعاء، ان انا بشوف اطفال بدا يحصل لهم تقرحات مش قادرين، ف
فنبدا ان احنا نعالج ونبدا، يعني عارفه الموضوع مزعج ليا انا كدكتوره، انا شايفه طفل صغير كده مش قادره اعمل له حاجه، لان برضو السن ده ليه حاجات معينه بياخدها. يعني انا في علاجات كتير جدا، بس في حاجات معينه جلده. سنه لا يسمح بيها، يعني هو لا خلاص كده، يعني انا مضطره ان انا امشيه على العلاج ده والفتره، ويبقى عذاب للام وعذاب للطفل، فلازم بنهتم جدا جدا بيهم. احنا بنقول حاجات سريعه. أيوة. في بيجينا اطفال عندهم زي حبوب كده صغيره في وشهم، دي بنسميها ميليا، دي بلاقي برضو ناس كتيره جدا قلقانه منها، بتبقى حاجه زي حب الشباب كده الاطفال الصغيرين. ده بيبقى عباره عن غدد عرقيه مقفوله مش مفتوحه. بتجيلي ام بطفل زي ده بقول لها سيبيه خالص، ممكن بعد شهر 2-3 دي بتروح لوحدها، او بنديها كريمات خفيفه اللي هي دوب تساعد على تجديد الجلد بسرعه. لكن هي بتبقى من ايه يعني؟ مثلا هل لازم هو مولود كده ولا لا؟ لا هو مولود كده، غدد عرقيه بس يعني لسه ما فتحتش، لسه ما كملتش، فدي بتكمل مع الوقت. انا بقول لك الحاجات اللي انا بشوفها كتير عندنا. طبعا الوحمات، في ناس كتير جدا نقول لهم يا جماعه اصبروا، الوحمات الدمويه في ناس بنقول لهم ما تستعجلوش عليها الا اذا كانت عاملة تأثير على حياة الطفل. يعني إيه؟ عشان النقطة دي أنا بتسأل فيها كتير جدا. يجي لي مثلا أب وأم ومعهم طفل صغير مثلا سنة أو سنة ونص، وعنده وحمة دموية. وحمة دموية دي بتبقى بنسميها سروبري، زي الفراولاية طالعة له بقى في وشه وفي خده، أكتر حاجة الوش بتضايق بالظبط. ففي مثلا إيه تلاقيها في مستوى الجلد ومش عاملة له مشكلة، بس هي مشكلتها اللون. فدي نقول لها لا اصبري عليه، في ناس بتروح عند 3 سنين، في ناس بتروح عند 8 سنين، بعد 8 سنين نبدا نعالجها خلاص، هي كده مش هتروح لوحدها. امتى تدخل بقى؟ قبل الثمان سنين لو عامله له مشكله. يعني ايه؟ تيجي لي مثلا اب او ام يقولوا لي ايه ده ابننا داخل الحضانه كل ما يتخبط فيها تنزف وتتعور، واحنا بنتبهدل وهو بيتبهدل، لا دي ساعتها لا نضطر ان احنا نتدخل. في نوع تاني من الوحمات اللي هو الوحمات الصبغية، لا الصبغية دي بقى بتفضل معاه وما بتروحش، فدي ممكن اتدخل فيها من بدري جدا. ده بالنسبة الحاجات الكومن او المشهورة اللي انا بشوفها في الاطفال. طيب احنا معنا تليفونات أكيد. نبدأ ناخد اميرة، اهلا بيكي. الو مساء الخير. مساء النور، اتفضلي يا حبيبتي. ممكن اكلم الدكتورة؟ معاكي. اكيد. اوكي معلش يا دكتور، انا طلعلي 3 مرات في السنة اللي هي يعني السنة اللي احنا فيها دي في دراعي الشمال بس بقع حمراء وبتبقى سخنة جدا، بفضل قاعدة كده حوالي 3 ايام وبتروح، بس بحس ان جسمي مكسر وكده، فالبقع الحمراء دي معرفش بتبقى وارمة شوية، وفي ايد واحدة اللي هي ايد الشمال. على فكرة دي لازم تتشاف، لازم نشوف عشان نقدر ناخد تشخيص مظبوط. دي ممكن احتمالاتها كتير جدا. عندنا مثلا بيسموها النخالة الوردية. دي فيروس بينشط في تغيير الفصول، بيحصل زي ما هي بتقول كده بالظبط. ده ممكن سبب، ممكن يكون نوع من انواع الاكزيما، ظهرت حساسية من حاجة معينة هي بتعملها وبتظهر في المكان ده. في برضو حاجة معينة عايز اقول لك، ساعات تيجي واحدة تقول لي ايه طب اشمعنى المكان ده؟ لان المكان ده اضعف حتة عندك في الجلد. يعني مش شرط ان هو بيطلع في الدراع الشمال، لا في ناس يعني الاختلافات الفرديه دي بتفرق من حد للتاني. في حاجات اماكنها معروفه، يعني احنا بنشوفها نقول لك ايه زي حب الشباب مثلا، نقول لك لا ده مكانه في الوش في الصدر في الظهر، ليه اماكن معينه معروف ان هو دي اكتر اماكن بيطلع فيها على حسب توزيع الغدد الدهنيه في الجسم. انما شكوى زي اللي بتشتكيها دي لازم تتشاف وتتشخص والحاله موجوده. يعني برضو انا بلاقي عيانين يجوا لي تقول لي ايه ده انا بيجي لي في الشتاء مش عارف ايه، طب انا مش شايفه الشكل الحاجه اللي عندك، انا مش هقدر احكم عليه، ولما تبقى موجوده عندك تعالي عشان نقدر نشخص صح. فدي مهمه جدا. نرجع بقى لموضوعنا اللي هو اللي هو بقى ايه الشباب الجلد. احنا خلصنا الأطفال. كده الاطفال دي اكتر مشاكل اللي انت قلتي ان هي بتشوفيها مثلا في دي اكتر مشاكل انت صغيرين كده في الصغيرين. في حالات بيبقى عندهم اضطرابات هرمونيه، يعني هي اصلا عندها الدنيا ملخبطه، بنعمل طبعا تحليل هرمونات ونبدا نشوف المشكله عندها فين ونبدا نعالجها. طبعا الفكر الخاطئ اللي تيجي تقول لك لا اصلها بنت ولسه ما اتجوزتش وهنلعب في الهرمونات. يا جماعه الكلام ده مش مظبوط، لان انا لو عندي لخبطه في الهرمونات وعندي مثلا كيس صغير جدا على المبيض، بعد 2-3 شهر الكيس ده هيبقوا 5-6 هيبقوا 10 ان شاء الله، على ما تتجوز هتبقى الدنيا باظت. فاحنا دايما بنقول بنبتدي علاج المشكله من بدري، من اول ما بدات، ما بستناش ان الدنيا تبوظ مني خالص وارجع اقول لك لا اصل اتجوزت اصلا ما اتجوزتش اصل فيها مش عارف ايه، لا الكلام ده ما ينفعش. حتى الشعر الزايد بنبدا ان احنا نعالجه. بتجيلي مثلا اللي انا شفتها بقى حاله غريبه جدا يا دعاء، جات لي بنوته عندها حوالي 12 سنه وما كانتش لسه وصلت سن البلوغ، وعندها شعر زايد في جسمها كله.
بطريقه يعني مزعجه لدرجه ان مامتها بتقول البنت مش راضيه تروح المدرسه يا حبيبي، ولا قادره تلبس حاجه بكم، ولا قادره تنزل بسين، ولا يعني لابسه كله كم، مش قادره تنزل، ولا مش قادره تتعامل زي الاطفال. طب هو مش ممكن تكون وراثه؟ هي ما عندهاش عوامل وراثيه. ممكن طبعا. طب دي نعمل معاها ايه؟ طلبت لها تحاليل، لقينا عندها زياده في افراز غده فوق كلويه، ده هرمون يعني في غده فوق الكلى بتطلع هرمون معين شبيه بهرمون الذكوره. فطبعا بدانا ان احنا ندور ايه المشكله اللي عندها، وبدانا نعالجها، وبرده عملنا لها جلسات ليزر، بس مش ازاله يعني. احنا ما بيجي حد يعمل ازاله شعر بالليزر بنقول له انت بيتشال الشعر بنسبه 70-80%، لان في جزء بيعتمد على الهرمونز. لا هي دي مش عندها كده، فعملنا لها جلستين ليزر. الجلستين دولت فايدتهم ايه؟ ان هم يقللوا كثافه الشعر، مش يشيلوا الشعر. مع العلاج؟ مع العلاج. وقل بقى؟ وقل خالص، قل جدا. هي كان عندها مشكله ومحدش عارف ايه سببها. فهي لما اتعالجت، بدات الامور تتحسن وظبطت جدا معاها. بس في برضو مشكله تانية، هي لو عالجت الهرمون من غير ما تعمل ليزر، هي خلاص البصيله نشطت وبدات تطلع حاجه كبيره، فاحنا لازم نتعامل معاها. طبعا. فعملنا الليزر، الليزر ده اللي هو قلل او ضعف البصيله. هي كان عندها كام سنه؟ 12 سنه. صغيره. فكانت صغيره. لكن لما تكبر بقى شويه لما تكبر بقى ممكن نعمل ليزر بقى اللي هو ايه، يعني تاخد بقى اللي هم 6-9 جلسات زي ما احنا بنقول على حسب الهرمونز، ونعمل الهرمونز والكلام اللي انت عارفاه ده. حب الشباب ده بقى طبعا. طب قبل حب الشباب بقى عندنا تليفونات. ام محمد اهلا وسهلا. احنا كان عندنا عبير خط قطع. طيب تمام. كان عندنا كذا تليفون، معلش حاولوا تكلمونا مره ثانيه. نقول بقى على المشكله الثانيه بتاعت حب الشباب طبعا، ويعني ده طول العمر ما بنغيرش، ده طول العمر. احنا دايما مرحله المراهقه بيبقى فيها، هو سموه حب الشباب لانه بيجي في مرحله الشباب اللي هي فتره تغيير الهرمونات في الجسم. بس بقى بيطلع دلوقتي برضو لفوق ال 30، مش عارفه ليه، عشان الاكل، لخبطت الاكل ولخبطت الهرمونات. خلي بالك احنا حب الشباب ده زي يعني ليه كذا سبب. عوامل وراثيه، لخبطه في زياده الدهون اللي في الدم، الناس اللي بتاكل حاجات فيها فاتس كتيره. يعني انا جالي ولد رفيع جدا ووشه بايظ، يقول لي انا ما عنديش حاجه، عملنا له اللي هو نسبه الدهون في الدم كوليسترول لقيناها عاليه جدا يا حبيبي. يعني مثلا الطبيعي المفروض مثلا من 4-6 هو طالع 12. طب انت ايه مشكلتك؟ عندك حد في العيله كده؟ يقول لي لا. اكتشفنا بقى ان هو كل يوم بياكل برطمان مايونيز. هو بيعشق المايونيز. طب ما انت عامل في نفسك مشكله وعامل لنا مشاكل. مايونيز مليان فاتس كده يعني؟ مليان فاتس طبعا. فاحنا لازم يا جماعه نظبط اكلنا، دايما احنا بنطلع نقول يا جماعه نظبط اكلنا. عشان كده انا عندي دلوقتي الناس اللي بتشتكي من تساقط شعر، من حب شباب، من اي حاجه، بقيت اديهم نظام اكل مع معقوله؟ بقيتي دكتوره تغذيه؟ بقيت دكتوره تغذيه. ما انت لازم تدي علاج متكامل. هو دلوقتي في كل الدنيا وفي كل العالم. ايوه فعلا. بيقول لك انت ما ينفعش تمشي في خط واحد. صح. يعني هي جات لي بتشتكي من حب شباب، انا اديتها العلاج خفت وبعد شهر رجع تاني زي ما هو. صح. ما عملناش حاجه. العيادات بره متكامله، فيها كذا تخصص، لازم مش واحد بس. كل حاجه متكامله من البدايه. فبدانا دلوقتي والنفسي طبعا. بالظبط. لا فبدانا ان احنا ايه، ناخد خطوه خطوه. مثلا نديهم انظمه اكل مع علاج حب الشباب، تاخد علاج حب الشباب، نعالج الاثار، كل حاجه. فماشيين خطوه بخطوه. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل موضوع حب الشباب، لانه كبير وفي كل البيوت الحقيقه. هنرجع لكم مره ثانيه مشاهدينا، خليكم معانا. معكم مشاهدينا مرة تانية على الهواء مباشرة، وبنكمل طبعا موضوعنا وكلامنا عن البشرة في مراحل العمر المختلفة مع ضيفتنا دكتورة مروة رحاب. بنرحب بيكي مرة تانية دكتورة. أهلا بيكي يا دعاء. أهلا حبيبتي. ومعانا تليفونات. داليا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، زي حضرتك يا دكتورة دعاء. أهلا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. معلش عندي سؤالين بس على طول الدكتورة. اتفضلي. ميرسي. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. دلوقتي عندي بنتي عندها 6 سنين ونص، هي تقريبا شبه الحاله اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها اللي عندها 12 سنه. مظبوط. هي عندها شعر كتير جدا في ايديها وفي رجليها، لدرجه ان هي برضه نفس القصه في المدرسه، اصحابها يعني بيتريقوا عليها وانت عامله زي الولد، فده بدا يربي لها برضه يعني حاجه نفسيه جواها. فهل انا هبقى مستعجله ان انا اروح اتابع مع دكتور ولا لازم طبعا عليها؟ لازم طبعا يعمل لها التحاليل زي ما احنا اتكلمنا، وممكن تعملي لها جلسه او جلستين ليزر اللي هو تقللي او تخففي شكل الشعر. ومش هيروح، يعني مش هيروح في سنها ده لانها لسه ما وصلتش مرحله البلوغ، بس على الاقل كثافه الشعر هتقل.
يعني بدل ما شعرها تخينه وطويله وكثيفه، لا هتبقى شعرايه رفيعه وخفيفه لغايه ما توصل بقى مرحله البلوغ تبداي تعملي لها الباقي. خصوصا ان هي اثرت على نفسيتها طبعا، اكيد ما دي المشكله اللي احنا بنشوفها، هتتعقد. احنا معانا عبير، اهلا بيكي. اهلا يا دعاء، ازيك اخبارك ايه؟ تمام يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اكلم الدكتور معاك؟ اكيد معاك. ايوه يا دكتور، انا عندي 22 سنه بس عندي من وانا صغيره الصدفيه، هي اتشخصت ان هي صدفيه، فبعدين انا كنت بدهن من زمان من وانا صغيره، ماما مش عارفه انا اتولدت بيها او لا، بس يعني الارجح ان هي جت لي وانا في سن صغير ايام يعني. فبعدين انا دلوقتي حامل والدكتور منعت الجلديه اللي انا متابعه معاها منعت عني العلاج، كنت بدهن ديرموفيت وكاربامايد وبيتاديرم مع فازلين او كده. فبعدين الموضوع كان الاول هي في جسمي ومنتشره بس انا كنت مسيطره عليها بالمراهم وكده، لكن دلوقتي اكمني يعني فازلين او كاربامايد حقلت لي حاجات مرطبه. الحاجات دي هتبقى صعبه. في شهر كام حامل؟ في الشهر الكام؟ انا بادئه في الثالث لسه. لا في الثالث لسه فعلا. هي بصي احنا عاده المرحلة اللي هي فترة تكوين الأجنة، احنا بقول لك اللي هم أول 6 شهور دول بنبقى حريصين جدا 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 في أي أدوية بتاخدها، بس هي الكريمات مش بتبقى بالصعوبة اللي أنت متخيلها، يعني في حاجات برضو للحوامل احنا بنستخدمها. بصي أنت أبسط حاجة ممكن تعمليها الفازلين الطبي، يعني الفازلين ده ما فيهوش أي مشاكل، ده أبسط حاجة لحالتك. وعلى فكرة دلوقتي في علاجات متقدمة لكل حاجة، يعني الإكزيما، الإكزيما اللي الناس بتشتكي منها المزمنة بقى في علاج بيضيعها بنسبه 80 او 90% يعني تقريبا. ادويه بتروح. يعني لا في حقن دلوقتي جديده نازله، بس هو مفيش غير كام دكتور في مصر اللي يعني بنشتغل بيها، يعني هي الشركه حصرها على كذا دكتور معين اللي بنشتغل بيها. دي بتضيع الاكزيما بنسبه 80 ل 90%. الصدفيه برضو نفس الكلام، في ادويه ليها كتيره، بس مشكله مرضى الصدفيه انها بتبقى مرتبطه عندهم بالحاله النفسيه اكتر، زي الثعلبه والصدفيه والحزاز والكلام ده والبهاء، دول مرتبطين بجهاز المناعه فليهم ارتباط شديد بالحاله النفسيه. يعني هي حامل توقعي انها هتزيد مع الحمل، لان الحمل ده بيعتبر ستريس او ضغط عصبي على الجسم. تمام، فده طبيعي. فانت الفازلين الطبي، وحاولي برضو الكريمات زي ما قلنا، الشاور تاخد الحاجات اللي فيها نسبه كريمات عاليه، ما تستخدميش الميه السخنه قوي، يعني استخدمي حاجات اللي هي ممكن تكون طبيعيه وما تضركيش في المرحله دي. معانا ام تقى. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. بص انا عندي معلش بنتي 16 سنه وبلاقي دراعها بيورم كده اهوت زي قرصه النحله كده. عندها كام سنة؟ 16. 16 سنة. اوكي، ده بقى حاجة يعني متكررة ولا مرة كل فين وفين؟ لا كل ما كل فين وفين، يعني كل مثلا اسبوع اسبوعين، ولو مشت شوية رجليها بتورم. لا دي محتاجة تحاليل كتير، لان ده برضو ممكن يكون نوع من انواع الاكزيما، ممكن يكون ليه علاقة بالهرمونز مثلا مع البيريود او حاجة، ممكن يكون ادوية معينة هي بتاخدها، ممكن تكون حاجة نفسية، ان يعني دلوقتي في اكزيما عصبية، يعني ممكن من كتر التوتر العصبي تلاقي ناس جسمها ضرب كله حساسيه. فدي لازم تتابع ولازم تعمل لها تحاليل كتير، ولازم تشوفي دكتور، ما تسيبيش الموضوع ما دام بيتكرر. يعني احنا بنقول لك دايما لما تبقى حاجه تيجي مره ما تتكررش، خلاص احنا بنقول حاجه عارضه وعدت، انما في تكرار كده لا لازم تلجئي للدكتور. استاذ محمود اهلا وسهلا. صحيح. عليكم السلام، اتفضل. ازي حضرتك يا ابله دعاء؟ اهلا وسهلا. كنت عايز اسال حضرتك بس عن حقن البروستاتا اللي هي او الحقن اللي بياخدوها في الجيم دي، بتاثر على الخلفه ولا لا؟ طبعا الحقن ديت هتعمل لك مشاكل كتير جدا لو فيها هرمونات، دي اكيد. فديت يعني يعني حتى دلوقتي ممنوع ان انت تاخدها، هتعمل لك مشاكل كتير جدا، يعني بغض النظر الخلفه دي جزء منها، انما لا مشاكلها طبعا كتير، ودي ما انصحكش خالص بيها خالص. بصي يا دكتورة، احنا النهاردة على صفحتنا على الفيسبوك حطينا برضو السؤال، انه طبعا علشان الشتاء جه فالبشرة بدأت تنشف، فكل واحدة تقول بتهتم ببشرتها ازاي، بتحط كريمات ماسكات او كده. في مثلا كريمة بتقول بحط كريمات وياريت نعرف طريقة ماسك طري البشرة. تاتا بتقول بستعمل كريمات مرطبة وجليسرين للبشرة وبشرب مية كتير. حلو جدا، بس الجليسرين ساعات بيعمل بقع في الجلد. فاحنا ده بنستخدمه مع الكعب، كعب الرجل اكتر. انما في الوش لا، ساعات بيعمل بقع.
ساجده كريمات ترطيب بس زي قلتها لميا كريم الليلي. زي قلتها دي هتلاقيها بتشرب منبهات كتير، تشربش ميه كفايه. او في حاجه مهمه جدا يا دواء، معلش احنا يعني في وسط الكلام فاتت ان احنا نقولها، في ناس بيبقى عندها مشاكل في الغده فتلاقي جلدها ينشف، ودي على فكره بنكتشفها بالصدفه، يعني تجيلي عيانه تقولي جلدي ناشف، شعري بيقع، ما بخسش يا دكتوره، عندي مشاكل، نبدا نعمل تحليل غده درقي، نلاقي عندها مشكله في الغده ونسبه بسيطه قوي، فنقولها لا الحقيقه. ودي بنشوفها في الاطفال كمان. فدي مهمه قوي. اغلب الاجابات كريمات، كريمات وجه، كريمات ايد، موارد، بشرب ميه، بحط موارد، ماسكات عسل وزبادي، زبادي وخيار وعسل، بستعمل كريمات مرطبه، بغسل وشي واتوضى وانزل، بستعمل زبادي بالاسبرين. في ماسك كده؟ لا اول مره أسمع. هي يمكن قصدها الاسبرين الساليسيليك اسيد. احنا في بعض المنتجات الطبيه او المستحضرات الطبيه بنستخدم الساليسيليك اسيد ده كماده بتعمل بيلينج، تقشير. يمكن بقى بيحطوه في الزبادي عشان يقشره. بس يعني هي لازم بيبقى له نسب. يعني انا عايزه اقول بيجي لي ناس والله عامله تركيبات، يعني في ادويه عباره عن تركيبات احنا بنكتبها مش موجوده في، يعني موجوده بره مصر، انا بس ما نزلتش مصر. فبنضطر ان احنا نعملها حاجه اللي هي ايه، هاند ميد، يعني تبعتي الصيدليه بيجي لنا التركيبات بايظه. فعشان كده دايما التركيبات بايظه، يعني بيبقوا مش تريند ان هم يعملوها في الصيدليه مظبوط. النسب. فتلاقيها حاطه ده زياده على ده زياده، فتعمل مشكله في البشره، حصل له مشكله بالظبط. في بقى كذا حد زي رنا بيقول مش بعمل اي حاجه لبشرتي. ده غلط جدا. مع الوقت هتلاقي بشرتك عجزت بسرعه، بان عليها السن بسرعه، هتلاقي جفاف، هتلاقي حساسيه. انا موضوع الاكزيما ده، الاكزيما الضوئيه بالذات يا دعاء، كتير جدا 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 الفتره اللي فاتت دي. يعني شفت كميه حالات بالهبل. بتيجي من ايه بقى؟ من عدم الاعتناء، يعني هي مش بتعتني ببشرتها خالص. معقولة عدم الاعتناء يعمل كده؟ اصل احنا عايشين في جو كله ملوث، يعني انت عندك تلوث حراري وعندك تلوث البيئه كلنا حواليها، يعني مش مظبوطه. صح. فانت يعني بيئه مش صحيه، فطبيعي ان انت بشرتك تتاثر بيها. فبدا عندنا الاكزيما الضوئيه دي او الحساسيه الضوئيه دي منتشره جدا. وبعدين تيجي تقول لك ايه، حطيت العلاج وشي حرقني، شلت العلاج وشي حرقني، يا اما ماشي على كورتيزونات على طول، الكارثه. تروح الصيدليه يديها كريم فيه كورتيزون. طب الكورتيزون ده يا جماعه في منه انواع، والانواع ديت يعني بتستخدميها بطرق معينه او مدد معينه، يعني ده لازم دكتور اللي يكون كاتبه، لازم دكتور يكون كاتبه عشان كده اللي اخده بالظبط. فنتفاجئ بكوارث. يعني فعلا كوارث، وتفضلي بقى تعالجي، وده يجيب معاه نتيجه وده ما يجيبش نتيجه، وده لا ده عايزه جلستين ثلاثه، يعني الموضوع مش سهل طبعا. التجاعيد دي بقى طبعا الكارثه الكبيره، تلاقي بنت عندها مثلا حاجه 20 سنه وجاي عندها وشها كله تجاعيد. دي كارثة. أنا ملاحظة البنات الصغيرين الجيل الجديد بشرتهم ما بيهتموش كبيرة، بأكل بديهم صحي سن أكبر ولا مية بكتير. والميك اب يا دعاء، بيجيبوا ماركات ميك اب، عارفة مش عارفة أقولك دي جاية منين أصلا. يعني حاجات كواليتي وحشة جدا، مش بيعتنوا كده، مش بيهتموا، لا الكواليتي نفسها بتاعة الميك اب. يعني أنا بتجيلي بنوتة أقول لها من فضلك، يعني بص أنا وصلت معاهم لدرجة أنت هتستخدمي ميك اب إيه؟ يعني هاتي ماركات كذا والماركات ديت تكون لبشرتك كذا. يعني وصلنا من اول الاكل لغايه الميك اب، ازاي تتعامل مع بشرتها عشان تقعد معاها. دلوقتي في الدنيا كلها حاجه اسمها اللونج تيرم ثيرابي. يعني ايه؟ دي تقنيه او حاجه حطوها ان انت تحطي علاج متكامل للجلد وللشعر. يعني ما يجيش مثلا عيان اقول له اتفضل روشتة مع السلامه خلاص مش هشوفك تاني. لا، لازم زيارات دوريه، حتى حقن البوتوكس والفيلر. يعني دلوقتي في ماده جديده، مش ماده جديده، يعني هم حطوها وصنفوها، طبعا كل شويه بيعملوا ايه ريسيرشز وابحاث، لا نحقن ده الاول، لا نعمل ده الاول، لا ده الاول. طب احنا دلوقتي عندنا مشكله، ناس تحقن فيلر مثلا في وشها بعد سنه، بعد سنه ونص خلاص فيلر راح كانها ما حقنتش اي حاجه. فبداوا يحطوا حاجه اسمها بيز. يعني بداوا يجيبوا الحاجات اللي موجوده كلها يصنعوها بطريقه معينه، بحيث ان هم يحطوا حاجه زي بيز او زي قاعده. القاعده ديت بتقعد فتره طويله وبعدين بتحقني فوقيها الهيالورونيك اسيد او الكولاجين الطبيعي، فبدل ما يقعد سنه ونص لا هيقعد سنتين. أيوة، هيقعد كتير طبعا. وبعدين طب بعد سنه ونص او سنتين هيرجع كاني ما حقنتش خالص؟ لا الكلام ده مش هيحصل، بيفضل شويه عامل، مش بيفضل هو نفسه
في حاجات بتنشط الكولاجين الطبيعي بتاع البشره. بس لازم هترجع الست تاني برضو تقل شويه أكيد. لان خلي بالك انت مجرد ما دخلتي في الايدج سايكل او اللي هي عمليه التقدم في السن او في العمر وانت مش بتهتمي الفاتس الطبيعيه بتقع. يعني بشوفها مثلا تجي لي عيانه حقنه فيلر وتيجي مثلا بعد 4 شهور 5 شهور تقولي يا دكتوره الفيلر راح. لا هو ما راحش. انت طب انت عملتي ده تقولي اه ده انا خسيت 10 كيلو. طب ال 10 كيلو دول راحوا فين؟ لا هو الفيلر ده ليه مده معينه بيقعد فيها. فانت لازم تتابعي الناس اللي بتعمل دايت نقول لهم يا جماعه عشان وشكم ما يقعش. ونحتاج بقى دلوقتي انت عارفه الشد بالخيوط والفيلر والبوتوكس. طب انا ليه استنى ما اخش المرحله دي؟ انا بدات اعمل دايت لازم اوتوماتيك بمشي مع دكتوره الدايت دكتوره جلديه تديني الفيتامينز والكريمات اللي ما تخليش تجاعيد تحصل في وشي. دلوقتي يقول لك الوقايه خير من العلاج. صح. ما نستناش المشكلة تحصل. ليه أنا من الأول أبدأ أضبط أموري؟ عشان كده إحنا حتى دلوقتي الناس اللي بقولك مثلا عيانة جاية تشتكي من تساقط شعر. طب أنت عاملة دايت تقولي عاملة دايت أقول لها لا طب استني بقى هناخد دايت يعني يمشي ما يحصلكيش مشاكل. فدي مهمة جدا. طيب معنا تليفونات. رحمة أهلا بيك. ألو. أيوة حبيبتي تفضل. هو أنا عندي إكزيما عصبية كذا دكتور يعني كذا دكتور رحت له وبرضه عندي اكزيما يقولوا لي ان انت عندك اكزيما عصبيه. ف اكزيما عصبيه فيعني لما التشخيص خدت ادويه كثيره جدا وبرضه ما فيش ولا اي حاجه بتحصل. بصي يا قمر موضوع الاكزيما العصبيه ده مرتبط بالحاله النفسيه بتاعتك وزي ما قلنا ان في دلوقتي علاج جديد مش جديد يعني هو جديد في مصر واحنا كل حاجه بنقول لك جديد اظن جديد في مصر بس هو مش جديد يعني هو طبعا بقالهم فتره بيستخدموه بره بس انت عارفه هنا لازم اي حاجه بنستخدمها بتكون واخده تراخيص وزاره الصحه والحاجه دي فطبعا هو لسه جديد في مصر. دي الحقن اللي احنا قلنا عليها ديت بتضيع موضوع الاكزيما ده حتى لو عصبيه بنسبه 80%. فدي لازم ان احنا نشوفها. وبعدين خلي بالك لما بيجي لي عيان اكزيما بطلب منه ليست التحاليل وليست حاجات يعملها لازم اطمن ان هو ما عندوش سبب هو اللي عامله موضوع الاكزيما ده. فده مهم جدا. احنا بقى في النهايه كده يا دكتور عايزين برضو منك طبعا احنا ما كملناش موضوعنا احنا وصلنا عند مرحله المراهقه بس أكيد. وما كملناش حبوب الشباب. احنا ان شاء الله الحلقه الجايه نبداها بحبوب الشباب ونكمل بقى لحد سن ال 40 وعايزين طبعا في نهايه الحلقه كده تقول لنا برضو نصايح كده ثانيه سريعه في فتره الشتاء والجلد والبشره اللي نشفوا من البرد. طبعا شرب الميه ده مهم جدا 2 لتر في اليوم. ميه يا جماعه مش شاي ولا نسكافيه ولا قهوه ولا الكلام ده. ميه ميه احنا نسينا الميه في الشتاء. لا ده مهم جدا ده رقم واحد. رقم اتنين واقي الشمس ده مهم جدا جدا. الكريمات في كريمات فيها مجموعه فيتامينز في فيتامين اي وفي اي وفي سي ده لازم ان احنا نحطه تمام. الناس اللي بشرتها دهنيه في كريمات مخصوصه للبشره الدهنيه ما استخدمش الميه السخنه قوي ولا البارده قوي يعني الميه الفاتره الوسط. استخدم الصابون اللي فيه نسبه مرطبات وحتى الناس اللي عندها حب شباب او بشره دهنيه ليهم يعني غسول او صابون خاص بالبشره بتاعته. ده لازم ان احنا نهتم بيه ده كده في عجاله يعني ده الاساسيات اللي احنا لازم نمشي عليها. بشكرك جدا يا دكتوره وبشكركم مشاهدين. ميرسي قوي. شكرا يا حبيبتي. سلام.